النهارده كمان وفي اطار نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عقد اجتماع لمتابعه مؤشرات الاداء الاقتصادي، وفهم من السيد الرئيس استقرار الاوضاع النقديه والاقتصاديه للدوله. الاجتماع ده تناول التقارير الايجابيه الاخيره بخصوص اداء الاقتصاد المصري من قبل عدد كبير من المؤسسات الدوليه وجهات التصنيف العالميه. طيب خلينا نتكلم عن مؤشرات الاداء المالي والاقتصادي، وليه احنا على ارض راسخه اقتصاديا. معانا دلوقتي الدكتور احمد رجب، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. مساء الخير يا دكتور. اخيرا يا هانم، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. يعني في نقطه مهمه جدا عايزين نوضحها للساده المشاهدين، احنا دايما اداء الاقتصاد المصري بيثمن عالميا، فعايزين نوضح للساده المشاهدين ليه، ويعني ايه اقتصاد لين اللي هو الاقتصاد اللي يقدر يتعامل مع الازمات، واحنا تحولنا امتى لان نكون اقتصاد يتعامل مع الازمات اللي هو الاقتصاد اللين. علشان زي ما حضرتك ذكرتي ان هناك عده اشادات يمكن من بدايه من 2013 ان ابتدى يبقى في نوع من انواع مش بس الاداء الاقتصادي الجيد ولكن الاستدامه والثبات على هذا الاداء الجيد. يمكن اخر مثل هدي امثله للساده المشاهدين حاجه زي صندوق النقد الدولي في مراجعته الاخيره لتوقعات النمو في مصر، يعني رفع من توقعات النمو في مصر وكاله زي التصنيف الائتماني مهمه زي فيتش، كمان جي دي مورجان دي شركه كبيره جدا برضه للاستشارات الاقتصاديه. كل الاحجاب دي هي بتمثل اول حاجه ليه لازم نبص على الحاجات دي. اول حاجه اغلب الحاجات دي هي جهات محايده لا تتلقى تمويلات من الدول وبتطلع توقعات بتساعد المستثمرين الاجانب ان هم ياخدوا قرارات الاستثمار. الحاجه الثانيه المهمه ان المنهجيات اللي بتستخدم في اعداد هذه التقارير هي دي منهجيات جينيريك، هي حاجات عامه بتطبق على كل الدول، يعني لا تحابي مصر على حساب اي دوله، بتستخدم على مصر هي نفس المنهجيه اللي بتستخدم في الولايات المتحده الامريكيه. ثالث حاجه وده شيء مهم ان قرارات الاستثمار والتمويل الدولي سواء من قبل الشركات الكبرى او شركات او المستثمرين الكبار في العالم بيتم على بناء على هذه التقارير بمنتهى البساطه. فانت لو انت تستهدف الاندماج اكثر في العالم لابد الناس دي تقول عنها كويس. ادي لحضرتك مثال في مراجعته الاخيره لتوقعات النمو الاقتصادي، صندوق النقد الدولي قال ان رفع من معدل النمو الاقتصادي في مصر من 5.5% لسنه 21/22 ل 5.7%. طب ده كويس ولا وحش؟ ده كويس جدا لسببين. اول شيء ان في دول كثيره جدا في نفس التقرير بتحقق معدلات نمو سالبه او سلبيه. ما حققش نمو خالص. طيب والدول اللي حققت معدلات نمو ايجابيه زينا الزياده او المراجعه بتاعتها كانت طفيفه جدا، كانت 0.5%. مصر هي 0.2 نقطه مئويه، يعني اربع اضعاف المتوسط العالمي. طيب ويعني انا كاحمد كسبت ايه؟ حضرتك تراني هنا كسبت ايه؟ وده سؤال الشارع المصري، احنا بنستفيد ايه؟ فمهم ان احنا نجاوب عليه فعلا. نعم، احنا بنستفيد. أنا دايماً بشبه الاقتصاد المصري عقد 2013 كحد مريض جداً ومنهج جداً. والحد ده لازم يدخل سباق 1000 متر وهو تعبان جداً. أي طبيب شاطر كان لازم في الأول يرجع المؤشرات الحيوية للعمل تاني، يعني لازم أطمن على الضغط والسكر وكل الحاجات ديت علشان أقدر إيه أقوم المريض بتاعي. وبعدين هبتدي أدربه واحدة واحدة يجري 50 متر 100 متر 500 متر لحد ما يجري ال 1000 متر. كل الاصلاحات اللي هي في المرحله الاولى اللي الرئيس السيسي تبناها منذ قدومه الى سده الحكم في 2013 كانت هدفها بمنتهى البساطه تحقيق الانضباط النقدي والمالي. وادي لحضرتك امثله. انا لو ما كنتش حررت سعر الصرف ما كانش هيبقى عندي دولارات. رقم واحد. الحاجه الثانيه ان انا كمستثمر اجنبي لما اجي احول فلوسي لبره هيقول لك لا ده ما فيش فمش هاجي اصلا. فكره ان وجود دولارات حتى لو غاليه شويه مفيده جدا للاقتصاد. حجز الموازنه ده كان غول مثلا، دلوقتي احنا بنحاول نظبط هذه المساله. طيب دول تثبيت ان انا بس بقوم الراجل عشان يقدر يمشي. طب الحاجه الثانيه ان انا بقى ادخل عملت مشروعات البنيه التحتيه العظيمه اللي انا بعملها ديت ليه؟ علشان بعد كده لما اقدر اعمل استثمارات زراعيه وصناعيه وخدميه الاقي البنيه التحتيه اللي هتوصل لي الحاجات ديت على الاقل. فده اللي بحاول اعمله دلوقتي. حاجه زي قفزات الامن كده. بدخل هنا ابني مصنع وهنا اعمل شركه وهنا وهنا وهنا، الحاجات دي هتتسمع قريب جدا للمواطن. طب انا عايزه يعني استفيد من خبره حضرتك واسالك سؤال مهم قوي. احنا ليه كمصر تاثرنا مع انهيار برج التجاره العالمي؟
ولم نتأثر في الفترة الحالية مع انهيار الاقتصاد في أمريكا، وكان دايما يقال إذا عطس الاقتصاد الأمريكي أصيب العالم بالمرض أو بالبرد. إحنا النهاردة ليه مش بنتأثر؟ ده سؤال هايل، حي حضرتك عليه. أنا يعني الجملة اللي حضرتك ذكرتيها مهمة جدا، لأن في حاجة اسمها ريزيلينس أو المرونة. في فرق ما بين التبعية، أن يكون اقتصاد تابع وغير نون دايفرسفايد، غير متنوع، واقتصاد متنوع. الآن أفتكر مصر، وده برضو من التوجه حضرتك، اربطي خطوط الحكاية كلها مع بعضها، هتلاقي مصر مش بس شغالة على قطاع البترول زي ما كنا بنشتغل وقطاع السياحة. طب ما السياحة انضربت مع كوفيد، واحنا الحمد لله برضو ما زالت رؤية الجهات الدولية لينا هي رؤية صلبة. انت على الأرض صلبة ليه؟ لأنك انت اشتغلت على التصدير وعامل استراتيجية لتنويع وتعظيم قيمة الصادرات وتوصيلها ل 100 مليار دولار. انت مش بتشتغلي بس على القطاعات الهامشية اللي كانت معرضة للمخاطر بسهولة زي السياحة والبترول، دي بتنميها وتشتغل عليها برضو، بس بتشتغلي على التصنيع والزراعة والقطاعات الخدمية. دي كلها بتديكي مرونه. حاجه ثانيه كمان حضرتك مهمه جدا الاجابه على سؤال حضرتك، ان انت لما حصل مثلا ازمه كوفيد في بدايه الجائحه، مصر كانت من اولى الدول اللي تبنت برامج مرنه جدا للغايه للغلق واعاده الفتح. هتلاقي مثلا ادينا اجازات للموظفين اللي عندهم امراض مزمنه، لكبار السن ادينا فلوس ومزايا عينيه للناس غير القادرين. ده كله انت بتدفع الاقتصاد بتاعك، عارفه زي ما تكوني ايه؟ انت عندك اله كبيره جدا وخايفه لا الكهرباء تفصل، فانت بس عاوزه اول ما الكهرباء تيجي تخلي الفيشه محطوطه بحيث ان الاله ديت ما تنفجرش. احنا عملنا كده، خلينا الاقتصاد ماشي لحد بس ما نقدر نفتح الاقتصاد بشكل كامل. ولذلك مصر كانت من اقل الدول تاثرا بالجائحه. الحمد لله. يعني احنا ناجحين وماشيين على الطريق الصح، يعني طمنتنا يا دكتور. ميرسي قوي يا دكتور، بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد رجب، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره.